سؤال آخر، من أنت؟ أتمنى كل شخص يعرف اسمه الأول. كلكم ما شاء الله يعني نجوم ومعروفين، لكن أبيك تذكر اسمك وتذكر تقول أنا مثلا أفترض زي ما عرفت بنفسي، أنا فايز العمر فنان، أبيك تقول كلمة فنان في صناعة المحتوى، في تنمية الذات. أبيك تقول أنا فنان في مثلا، إما تكتب تقول فنان في ثقافة معينة أو مهارة، ثقافة أو مهارة، تخصص علمي أو مهاري، بمعنى تقول أنا شاعر أو كاتب محتوى، أو أنا في التاريخ، أنا فنان في التاريخ. طيب مثلا أنا فنان في الشعر، شعر مهارة ولا علم؟ مهارة. مهارة، تقول مثلا أنا فنان في الإلقاء، يا مهارة يا تخصص. طيب نبدأ تيمنا، الاسم والموهبة يعني. إيه تقول أنا مثلا ايش فيه، وقول أنا فنان في كذا. ممتاز. إيه وأنا نعدل الشماغ عشان أخوك أيمن الغفيري. نعم. فنان بالشعر، شاعر. فنان في الشعر. جميل. عبد الله الحافي شاعر، وأنتقي من الشعر أعذبه. يا سلام. وأؤكد على نقطة، أن أحياناً تقول أنا ما أدري وش أنا فنان فيه، وبعلمكم ليش أصلاً أحياناً أن الواحد يصل، وهذه تصير يعني، وأتذكر يعني من بعض الاستشارات اللي جاتني، واحد عمره 35 سنة يعني أعمار أمتي بين 60 و70، فنقول راح نص عمره، هو إلى الآن ما يعرف. طبيعي جداً هذا التساؤل، من أنا؟ ترى سؤال صعب، أو إذا جاك أحد قال عرف بنفسك الواحد يبلش. فأقصد ممكن تقول ما أعرف عادي. طيب وش الأدوات؟ إذا إن شاء الله اتسع الوقت ممكن ندردش على الأدوات اللي تعرفك على ذاتك حتى تعرف نفسك للآخرين. أسلم يا مهندس عبد العزيز. الله يسعدك. عبد العزيز رباح. أيوة. مهتم في ريادة الأعمال والإعلام. حلو. فنان في ريادة الأعمال والإعلام. صحيح. ممتاز. جميل. أسلم طاهر. طاهر بن محمد باوين. أيوة. فنان في الإنشاء. جميل. أخوك سلطان بن تركي آل سعد، ممثل مهتم في الطبخ والقهوة. فنان في التمثيل والطبخ. نعم. جميل. علي بن هادي، فنان في صنع المحتوى. صناعة المحتوى. جميل. نعم. ممتاز. طيب لا أنت، الله يرفع قدرك ويكرمك. سلمت. جميل. حلو. وفي من الأشياء اللي بنسولف عنها أحيانا واحد والدوائر تضيق، أنا ما ودي أدخل في المحتوى أو أروح في محتوى آخر، لكن أحيانا الواحد في البداية أنه يقول مثلا أنا فنان في صناعة المحتوى، مع التجربة، مع التساؤلات، مع سؤال الخبراء، هذه من الأشياء اللي بناخذها، هي تعلمك ممكن تتخصص في ماذا. ولكن هل الإعلامي لازم أن يكون متخصص؟ وما فائدة ذلك وما أضراره؟ هذه من الأشياء اللي بنتعرفها. أسلم. مخلد الغامدي، مهتم في التقديم والإلقاء والخطابة. يا سلام. فنان في الإلقاء. جميل. ما وصلت فنان. لا أنا أبي فنان، حتى لو ما وصلت المرحلة، أنت مجرد أنك تعمل لها فأنت يعني ماشي بالشكل الصحيح. أسلم. أنا نواف الشهراني. ونعم. فنان في الإنشاد. يا سلام. عبد الله الدبيل، منشد. فنان. فنان في الإنشاد والشعر والريالتي وكل أنواع. طيب. وفنه. وفي طيب الرأس. ونعم. وكذلك إذا تسمع لي شكله بعد بندخل النوم معها. أسلم. بداح الحيم، فنان في تقديم الإعلامي. ونعم. ونعم يا بداح. جبر المداري، مهتم في الإعلام الجديد وفنان في تقديم البرامج. والطموح. سلام. نبغى الطموح وطموح. سلام. اللي بعده. والله فارق محتوى. انت البث عندك متاخر؟ شوف قاعد 3 ثواني بعدين. ايه هو سكت ووده يكمل. لا هو يترجم من عربي الى انجليزي. لا نواف مخلص. فنان. ايوه. في حرفنة الكلمة الجزلة. ونعم. وفي عذوبة الصوت. يا سلام. يا سلام. رجع على موزه. هذه تفسير بس بالاستفهام. نواف عقاب، مهتم بالاعلام. وفنان بالإلقاء. حلو. جميل. جميل. وفنان. أسياد طاحوس،
فنان في التمثيل التلفزيوني وايضا التمثيل المسرحي وايضا شاعر، وبعض الاحيان اكون خالي من المحتوى. يا سلام. في الرياليتي، الرياليتي فل. بعضهم فنان ترى في السواليف، والان من اكثر الاشياء اللي خلينا نقول تجي عليها طلب من الاشياء اللي نسولف عنها وتدخلوا في دراهم، ها؟ ولا فيه ترى بعض الناس يجي الاعلام، واعتقد هذه الفقره انها تساعد على صناعه الاعلاميين المميزين شرواكم. فبعض الناس ترى يدخل الاعلام يقول ابي دراهم، ترى ما هو عيب، وانا اقولها بفم المليان، ولكن ما اجمل ان ايش المال بوضوح رساله تعمل من اجلها، والرساله هي اللي تساعدك على ايش، على انك تستمر بشكل مختلف ومميز. كذلك لو نفترض ان مثلا هنا ممكن اللي عرفت تخصص اللي عرفني عليه اللي هو المهندس عبد العزيز، ليش درس الهندسه؟ عندي رساله؟ لا، هو في النهايه بيتوظف بياكل عياله، وهذه نوع من التعبد ان الانسان يعول نفسه واسرته للقمه العيش. صحيح. اسلم. تركي غويزي، فنان في الانشاد ومهتم بالالقاء التلفزيوني المرئي والمسموع. يا سلام، ونعم فيكم جميع. طيب، مقدمة